انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل عليه الصلاة والسلام يبحث لأصحابه عن بلد يهاجرون إليها حتى يسر الله تعالى لهم الهجرة إلى المدينة. فآوى الأنصار إخوانهم من المهاجرين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جعل الصحابة المستضعفون يتمنى كل واحد منهم أن يجد فرصة ليهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من بين هؤلاء صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وكان عبدا مملوكا كاتب سيده حتى استطاع أن يعتق نفسه، فلا زال يحاول أن يهاجر وقريش تمنعه وتتتبع شأنه. ففي يوم من الأيام اختفى من قريش ومضى سائرا على طريق المدينة، فنذر به قوم منهم ورأوه فاجتمعوا عليه وتصايحوا، ثم أدركوه في وسط الطريق. فلما رأى ذلك رضي الله عنه رقى على مرتفع وكان معه قوس وسهام، ونشر سهامه بين يديه وكانت أكثر من 20 سهما، ثم قال لقريش وهو في هذا المكان المرتفع، قال: يا قريش، إنكم تعلمون أني من أشدكم رميا، من أقدركم رميا وإصابة، أني من أشدكم رميا، فوالله لا تصلون إلي حتى يموت منكم بعدد هذه السهام. فماذا تريدون بعد ذلك؟ إذا مات منكم 20 رجلا، فماذا تريدون لو أمسكتموني وقتلتموني؟ ماذا تريدون؟ فتحيروا وأخذوا ينظر بعضهم إلى بعض، ثم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من أن تمسكوا بي؟ قالوا له: أتيتنا صعلوكا والآن أنت ذا مال؟ قال: إني أدلكم على ما هو خير لكم. قالوا: ما هو؟ قال: أدلكم على مواضع مالي في مكة، فتذهبون وتأخذون هذا المال كله ولا تدعون لي منه شيئا أبدا، على أن تتركوني أمضي بثيابي هذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا له: نعم. قال: اذهبوا إلى الموضع الفلاني فإن فيه ذهبا لي فخذوه، واذهبوا إلى موضع كذا فإن فيه دراهم فخذوها، واذهبوا إلى موضع كذا فإن فيه الغنم مع غنم فلان فخذوا غنمي. وجعل يدلهم على ماله في مواقعه بالتركيز حتى رضوا منه بذلك. ثم نزل رضي الله تعالى عنه ومضى إلى المدينة، فلما أقبل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نظر إليه صلى الله عليه وسلم من بعيد، قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله تعالى في ذلك قوله جل في علاه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني هذا الذي يبحث عن نجاته، والله جل وعلا يكافئ كل مؤمن يدع الشيء لأجله. فصار من شأن صهيب رضي الله تعالى عنه في المدينة أن اشتغل بعد ذلك، وكان من التجار الذين يتاجرون ويعملون ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي إلا مدة يسيرة حتى كان عنده من الذهب والدراهم والشياه وغير ذلك ما هو أضعاف ما أخذ منه الكفار من قريش لما كان في ذلك الموطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يقول إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به خيرا مما أخذه منك. والحديث رواه الإمام أحمد.